انطلقت النسخة 19 من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية، إضافة إلى برنامج ثقافي حافل بالفعاليات المتنوعة. نعم رشيد، ويستضيف المعرض الذي يستمر حتى 28 من يوليو الجاري نخبة من المثقفين والمفكرين والأدباء أكيد، ويتناول برنامجه الثقافي مواضيع متعددة تشمل النشر والأدب والتكنولوجيا الحديثة، كما يسلط الضوء على إبداعات أبناء الإسكندرية من خلال ندوات تفاعلية بعنوان الإبداع السكندري وجوه كثيرة. ويكرم المعرض الفائزين بجوائز الدولة ممن رشحتهم مكتبة الإسكندرية هذا العام، أمثال وزير الثقافة السابق محمد صابر عرب، والناقد الأدبي حسين حمودة، ومصمم الديكور أنسي أبو سيف. ويشهد المعرض في دورته الجديدة تدشين مجموعة من المشروعات الثقافية، من بينها إطلاق جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة، بالإضافة إلى تدشين سلسلة عارف الإلكترونية، وهي سلسلة فيديوهات تعريفية عن أبرز الأماكن والأحداث التاريخية المصرية تم إعدادها بشكل تشويقي، كما سيتم تدشين منتدى مكتبة الإسكندرية للشعر العربي. أيضا المعرض يولي اهتماما كبيرا بالطفل، إذ يخصص جناحا كاملا لكتب الأطفال يضم 14 دار نشر. واضح أنه برنامج ثقافي مهم ومتكامل، لكن يعني ما لفت انتباهي أكثر رشيد هو موضوع الإبداع السكندري وجوه كثيرة. يعني هذا طبيعي، لطالما كانت الإسكندرية ميدانا للتأليف والإبداع، مشاهدينا في جميع عصورها كانت مقرا دائما للوافدين على اختلاف جنسياتهم، منها خرجت الروائع الأدبية والفنية في عصرها القديم وأيضا الحديث، كما كتب عنها العديد من الأدباء المصريين مغازلين نسيمها واصفين بحرها وسماءها خريفها وصيفها، أمثال الأديب نجيب محفوظ وإدوار الخراط وإبراهيم عبد المجيد وأيضا قسطنطين كفافيس وغيرهم من الكتاب الذين أخلصوا في حبهم لهذه المدينة الملهمة. وفيروز غنت بدون شك شط اسكندرية. ألا برأيك ما هي السمات التي تميز الأدب السكندري والأديب السكندري؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه ومعرفته مع ضيفتنا من الإسكندرية الكاتبة والناقدة والباحثة في مجال الدراسات الثقافية الدكتورة سارة قويسي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتورة سارة. أهلا دكتورة سارة، مرحبا بكم. أهلا وسهلا دكتورة سارة. يعني لا شك أن المشهد الثقافي في الإسكندرية هو جزء لا يتجزأ من المشهد الثقافي المصري العام، لكنه أيضا له خصوصية ويمتاز بتفاصيل وجزئيات تجعله متفردا، وأيضا يعني بلا شك هذه المدينة هي مدينة ملهمة للكتاب للفنانين للمثقفين. يعني لو تضعينا في صورة هذا الاختلاف الذي تحظى به هذه المدينة عن بقية المدن المصرية. مساء الخير عليكم. بعض الفلاسفة بيقولوا أن المدينة مدينة الإسكندرية مدينة مكونة من الكلمات. عبر الزمن كانت هي مدينة تاريخية تحتوي العالم كله بكافة التفاصيل، وحين اشتعل العالم في الحرب العالمية الثانية كانت مدينة الإسكندرية المدينة التي احتوت كل الوافدين والنازحين في العالم. المدينة مختلفة في تفاصيلها بسبب خصوصية المكان اللي أدى أن بقى العادات والتقاليد والأنماط الموجودة فيه مختلفة ومتجددة، فخلى حتى الثقافة اللي صدرة من مدينة الإسكندرية مختلفة وبتقدم شيء جديد. فمثلا التيارات الأدبية والتيارات الخاصة بالكتابة وتقنيات الكتابة الحديثة كلها كانت تبدأ من مدينة الإسكندرية وتنطلق إلى باقي المحافظات وإلى الوطن العربي. يعني بالفعل واضح أن الإسكندرية هي مدينة ملهمة يعني بالنسبة للأدباء والفنانين بشكل عام.
كتبت الكثير عمليا، العشرات بل ربما المئات من الأعمال الأدبية في الرواية والقصة والشعر. سؤالي يتعلق بالمدينة نفسها الإسكندرية، كيف تجلت في كل هذه الأعمال، أو بالأحرى كيف رأى الأدباء مدينة الإسكندرية في أدبهم وفي شعرهم وفي أغانيهم وما إلى ذلك، وحتى في لوحاتهم التشكيلية ربما؟ مدينة الإسكندرية متجلية في أعمال روائية منذ قديم الزمان أو منذ العصر المملوكي. يعني لو تتبعناها في اللغة العربية فنجد شاعر مثل أبو الحسين البزار، وهو أحد الشعراء القدماء اللي كانوا موجودين في مدينة الإسكندرية، وطرته ظروف بسبب أن المركزية منذ قديم الأزل داخل العاصمة القاهرة، اضطر أن يترك مدينته ويذهب إلى القاهرة. وفي كتابته كان هناك حنين دائم ومستمر إلى مدينة الإسكندرية. هذا بالنسبة إلى القديم. الإسكندرية كانت مذكورة في كتابات البهاء زهير. إذا انتقلنا إلى العصر الحديث وتطور الفنون الإبداعية والأدبية المكتوبة، سنجد أنها تجلت في الأعمال القصصية والأعمال الروائية. تناول الأدباء فيها المدينة الإسكندرية منذ العصر منذ أربعينات القرن الماضي وفي القرن 19 أو القرن 18 إلى يومنا هذا. جميل. دكتورة سارة، أنا أتساءل عن كيف بدأ هذا التجلي أكثر. نعم بالتأكيد هي تجلت، هي حاضرة، لكن هل تجلت يعني الإسكندرية من خلال ناسها مثلا في الأدب، أم من خلال عمرانها، أم من خلال بحرها، أم من خلال ما الذي كان بارزا في الأدب وفي الشعر وفي الفنون بشكل عام بحيث برزت المدينة؟ تحدثوا عن ماذا في الإسكندرية؟ هنا السؤال. ربما المدينة كانت تبرز من خلال الشخصيات التي يقوم الكتاب بالكتابة عنها، وعن الأثر الثقافي والأحداث السياسية والاقتصادية التي كانت تمر بها المدينة، ويكون لهذه الأحداث الكبيرة تأثير على حياة الأشخاص في مدينة الإسكندرية. قام المبدعون وقام الأدباء بكتابة عن حالة التطور التي مر بها الأشخاص في المدينة. فعلى سبيل المثال نجد أن لدينا التركيبة السكانية، رصدها محمد عبد الله عيسى في أعماله، كان بيرصد المكان من خلال يعمل مقارنة ما بين البيئة الشعبية الموجودة في مدينة في حي أبي قير والبيئة الشعبية اليونانية التي وفدت على مدينة الإسكندرية على سبيل المثال. فتحي غانم رصد الشخصيات أيضا في أعماله، كان له عمل شهير قليل من الحب كثير من العنف. أستاذ إبراهيم عبد المجيد رصد كمان مدينة الإسكندرية لما كتب عن الحرب العالمية الثانية ورصدها في الأحد ينام في الإسكندرية وطيور العنبر والإسكندرية في غيمة. عندنا كمان محمود عوض عبد الله اللي رصد امتزاج البيئات المختلفة داخل المجتمع. بعض الأدباء كتبوا عن الانفتاح الاقتصادي وتأثيره على المدن الساحلية وخاصة مدينة الإسكندرية، كيف تم رصد هذا من خلال الأعمال. كتبوا عن البيئة المتنوعة والتي كانت متجددة من خلال كتابات. نعم لا شك أنها بيئة غنية، وكما ذكرنا هي ملهمة للأدباء. هذا عن أدب المدينة، لكن ماذا عن أدبائها، يعني عن أبنائها أيضا؟ بماذا يتميز الأديب السكندري؟ ونعرف أنه أبناء المدن الساحلية لديهم طباع مزاج مختلف، فما بالك إن كانوا أدباء. الأديب دائما يجلس أمام البحر، أغلب أدباء الإسكندرية أو أغلبنا نسكن في نجاور البحر. الانفتاح في المشهد الموجود أمامنا بيجعل العقل لا يرى حدود للكتابة. فتميزت مدينة الإسكندرية بالتجريب، تميزت بالتدوين والتوثيق للمكان وللبيئة. كتابات زي ما قلت من شوية، مثلا كتابات مدينة الإسكندرية تجلت عند نجيب محفوظ في ميرامار والسمان والخريف، رصد التغيرات الاجتماعية اللي كانت موجودة في البيئة. أما بالنسبة للأسلوب الموجود عندنا، فمثلا نجد أن المبدعين بدأوا يستخدموا تقنية الصوت الواحد، الأصوات المتعددة، بمعنى أن الحكاية ممكن تيجي على لسان مجموعة من الشخصيات بتحكي لنا الإسكندرية. كل واحد بيحكي هو شايف مدينة الإسكندرية بعينه إزاي. استخدامهم للغة، اللغة مختلفة. في بعض الأدباء لجأ للخلط ما بين العامية والفصحى، وهنا لا نقصد العامية المستخدمة في كل ربوع مصر، ولكن نقصد العامية الخاصة باللهجات السكندرية. قاموا بتدوين
تحليل هذه اللهجات من خلال أعمالهم وكتابتهم صدوها، استخدموا لغة وصفية مختلفة، تجلت الحكايات من خلال الحدث اللي بيبدأ دائما من عند شط مدينة الإسكندرية أو الكتابة الإبداعية. فعلى سبيل المثال أستاذ أحمد فضل شبلول لثلاثية ثعلب ثعلب والماء العاشق والرحيمة، يتحدث كيف يتحرك الإسكندريون لحكم العالم من منطقة دي ومسعود. يعني الكتابة مختلفة، فيها جزء من الواقعية العجائبية وفيها جزء من التجريب وفيها جزء من التوثيق والتجميل. يعني فعلا دكتورة، يعني هذا ربما يدفعني لسؤال، الإسكندرية تبدو يعني دائما وكأنها هي مدينة في رواية حقيقة، يعني مدينة أبدعها الكتاب والروائيون من مخيالهم المجنح، ربما يعني ربما أبرز هؤلاء كما ذكرتي، جئت على ذكر نجيب محفوظ، ربما للمشاهدين نذكر إدوار الخراط، محمد حافظ رجب، وقسطنطين كفافيس وغيرهم. لكن الحقيقة أنه منذ السبعينات الإسكندرية أصبحت صوت أدبي جديد ويعني مؤرخ فني للمدينة الكوزموبوليتانية، وهو الروائي الكبير، يعني هذا الملفت إبراهيم عبد المجيد. هنا سؤالي عن إبراهيم عبد المجيد، برأيك هل ما قدمه الأستاذ إبراهيم تحديدا يمكن أن نقول عنه أنه الجامع لكل ما سبق من أعمال أدبية تناولت هذه المدينة الفريدة عمليا؟ نعم، تناول أستاذ إبراهيم عبد المجيد للمدينة كان بفترات زمنية متعددة ومختلفة. نجده في الثلاثية الشهيرة الخاصة به تناول المدينة في أربعينيات القرن الماضي، وكيف تعددت الأعراق والأنماط البشرية اللي كانت موجودة داخل المدينة، وكان في بعض الأحيان كان بيتحدث على لسان الجنود في الحرب العالمية الثانية وما مروا به من ظروف ومواقف شديدة ومتعددة. بعد ذلك انطلق للحديث كتابة عن مدينة إسكندرية في السبعينيات وفي الثمانينيات والانفتاح الاقتصادي الذي تم في عهد السادات. كان يرصد من خلال مثلا روايته بيت الياسمين الآثار الثقافية اللي مر بها الناس داخل المجتمع. يعني هو كتب خلال كتابته في الفترات الزمنية الطويلة دي رصد تاريخ المدينة وتفاصيلها وحكاياتها وحتى الأنماط البشرية اللي كانت موجودة فيها. مثلا في رواية الصياد واليمامة كان بيتكلم عن الوافدين وإزاي إن المدينة عندها قدرة على احتواء الناس الغريبة والناس اللي برا اللي جاية للمكان وغريبة عنه، لكن المدينة كانت عندها قدرة إن هي تحتوي كل هذه الأعراق والأنماط البشرية الموجودة على الساحة. يعني أغلب الأدباء اللي كتبوا عن المدينة كان دايماً نود الإشارة يعني في الختام، لأن ربما آخر الإصدارات عن المدينة كانت رواية علاء الأسواني الأخيرة، الأشجار تمشي في الإسكندرية. جزيل الشكر وقد تناولناها طويلا. شكرا جزيلا. نعم، شكرا لك يا الكاتبة والناقدة والباحثة في مجال الدراسات الثقافية الدكتورة سارة قويسي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا دكتورة، شكرا جزيلا.